اهلا بحضراتكم من جديد. ضيف النهارده يعني واحد من المحببين الى قلبي، وقت ما كنت بلعب من الناس اللي ما شاء الله قمه الاحترام، وما شاء الله كمان في الملعب عمل لي جوان كتير. كل ما اتفرج على اهدافي الاقي هو اللي صانع لي الاهداف. هو كان الاوفر بيبقى وحش وميت ووحش ويعني وعلى الارض، بس كنت انا بحيله الاوفر. كابتن احمد صديق، منورنا يا كابتن صديق. ربنا يخليك يا كابتن اسامه، انا اللي سعيد بوجودي معاك، وبعتذر ان متاخره شويه، انا عارف بس كانت ظروف، لكن سعيد بوجودي معاك النهارده. اتغريت علينا انت بعد ما بقيت مدير فني خلاص. لا ما اقدرش والله، بس كانت ظروف كده، لكن بعتذر طبعا مره ثانيه، وبقول الحمد لله انا موجود معاك النهارده وسعيد بده. يعني شاف التقرير ما شاء الله اهداف حلوه، احمد صديق كان بيلعب باك رايت بس بيسجل برضه الحمد لله، يمكن مدافع عصر يعني. لا يمكن عشان لعبت باك رايت كتير ولعبت هاف رايت برضه كتير حتى من وانا صغير يعني، فيمكن هو توفيق من ربنا تعالى. ان موضوع الاهداف ده انت عارف يعني هو بيبقى توفيق واجتهاد واكيد تركيز، لكن في الاول والاخر بيبقى توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. يعني انت بتقطع في اوفرات يعني؟ انا عامل لك جوان كتير قوي يا استاذ، انت عارف. هعرضها لك دلوقتي عشان اشوف الجون الحلو ولا الاوفر هو اللي كان حلو. لا اكيد انت اللي محلي الجون طبعا. عايز اسالك، وانا بسمع التقرير دلوقتي، كابتن سيد الحفيظ اتكلم عن احمد صديق في واقعه مهمه جدا، عايز اسمع منك قبل ما اسمع الكابتن سيد. لا يمكن انا والله ما بحبش اتكلم في الموضوع خالص يعني. وما بحبش اذكره لان انا شايف انها حاجه طبيعيه جدا وحاجه عاديه. طب قبل ما تتكلم هسمعك انا الكابتن سيد الحفيظ، تعالوا نسمع الكابتن سيد الحفيظ قال ايه في واقعه من وجهه نظري واقعه للتاريخ عن ضيفنا النهارده كابتن احمد صديق. احمد صديق، ما احنا برضو لازم نعلي المواقف الانسانيه والمواقف التقديريه اللي بتحصل، رغم ان ممكن يبقى الاسم مش الناس يعني متعلقه بيه قوي، لكن الحاجات دي لازم تتعرف ولازم جمهور النادي اللي يعرفه، وواجب على كل واحد حصل معاه الموقف ده مسؤول ان هو يطلع يحكي حاجه ايجابيه. احمد صديق ده سنه 2013، احمد صديق ده الباك اليمين بتاعنا، الباك اليمين ده اللي هو دلوقتي يعني مثلا ماسك اكاديميه الاهلي في دبي. احمد صديق ده في 2013 كان عندنا ضائقه ماليه بحكم الثوره والغاء الدوري والحاجات اللي كانت موجوده في الزمن ده. فقعدنا في لجنه الكوره خدنا قرار ان 15% من العقود تنزل. اتكلمت مع اللعيبه يعني 90% او 92% وافقوا، ما عدا بعض الاسماء وانا لحد ما اموت عمري ما هقولها، خمس ست اسماء تمام عمري ما هقولهم. احمد صديق ده كان من الناس اللي اتنازلت عن 15%. تاني يوم كنا مسافرين الجونه نلعب مباراه الزمالك اللي هي بتاعت 4-2، كان في قايمه لازم نأديها لاتحاد الكوره في اليوم ده، فتم استبعاد، كان المدير الفني محمد يوسف، فتم استبعاد أحمد صديق. وهو لسه ماضي امبارح على التنازل. على التنازل. فجالي ابو تريكه. كنا في الاتوبيس رايحين المطار. قال لك يا كابتن سيد يعني الواد يتنازل امبارح مثلا ونمشي النهارده؟ موت وخرب ديار. انا عقلتها في دماغي مع ان والله دي ما كانت الحسابات ابدا. رحت ماسك التليفون ومكلم صديق، قلت له تعالى خد الورقه بتاعتك التنازل دي وتاخد ال 15%. اقسم بالله الواد اول رده قال لي انا بتنازل للنادي الاهلي، مش بتنازل عشان اتقيد ولا ما اتقيدش. الله ده عليك. موقف للتاريخ. الله. يتقال ده موقف للتاريخ. تعليقك. لا انا شايف انه حاجه طبيعيه وحاجه عاديه جدا ان انا اعمل كده، انا واي حد لعب ولا يوم واحد في النادي الاهلي، يعني النادي ليه فضل كبير جدا عليا وعلى كل اللي انتمى للنادي الاهلي ولا يوم واحد، هو اللي عمل اسمنا وهو اللي عمل تاريخنا، وهو الواحد بيبقى لحد دلوقتي واحد ماشي في الشارع الناس ما بتذكرش. يمكن واحد لعب في انديه كتير، اسماعيلي وداخليه واتحاد، ولكن بيتبقى انك لعبت في النادي الاهلي، انك منتمي واسمك مرتبط بالنادي الاهلي. فانا شايف ان ده اقل حاجه ان انا كنت ممكن اعملها وعملتها بقلب واخلاص، عشان كده ما بحبش خالص ان انا اذكرها ولا اتكلم فيها. لكن يمكن الكابتن سيد من الناس اللي ليها افضال كتير جدا عليا، يمكن هو ذكر بالك انت النهارده بقولك من 2013 والحلقه دي غالبا كانت 2019 2020 حاجه زي كده، حاجه كده يعني بعدها بسبع سنين، يعني 2020 انت بتتكلم بعد سبع سنين الكابتن سيد حفيظ بيحكي هذه الواقعه، يعني اللي انا شايفها هتفضل متسطره بحروف من نور في تاريخ كابتن احمد صديق. لا والله يا اسامه يمكن انت عارف الواحد كان حلم لاي حد انه يكون في النادي الاهلي، حتى لو كان ما كانش ياخد فلوس خالص، لكن الحمد لله خد بطولات وخد فلوس كويسه وخد حب الناس، وده كان اهم حاجه بالنسبه لي. فانا شايف انه موقف اقل من الطبيعي ان الواحد ممكن يعمله، انا شايف ان حاجه عاديه، حتى ما بحبش ان احنا نتكلم. ما جالكش حتى لحظه انا ماشي ومخصوم مني امبارح 15%، النادي الاهلي وهو بيطلب مني، والنادي الاهلي في ضائقه ماليه وقتها كان ثوره وتوقف الدوري، لا ده انا اطلب بال 15% وحقي؟
لا خالص والله ما جالكش خالص. يمكن كمان يعني اضافه للكلام الكابتن سيد انه بعد ما رجعوا من المباراه جابني عنده المكتب وفعلا جاب لي الورقه او اتكلم معايا. قلت له يا كابتن خلاص انا الموضوع بالنسبه لي ان انا اتنزلت للنادي الاهلي مش حبا للنادي الاهلي، مش ان انا موجود او عشان اتايد او امشي، ولا الموضوع ملوش علاقه خالص. فزي ما اقول لك انا شايف وما كنت يعني اكيد ما كنتش انا بس الواحد عملت كده، في لعيبه كتير قوي عملت كده، والواحد لو يقدر يعمل اكتر من كده اكيد هيعمل اكتر من كده. وده موقف محترم، خاصه كمان ان الارقام وقتها اللي كانت بتدفع للعيبه مش زي الارقام دلوقتي كمان. دي حقيقه، بس الفكره كلها يا اسامه انت عارف انت من جواك ايه وحابب ايه وقادر تعمل وعايز تعمل ايه. يعني خد بالك انا برضو من الناس اللي انا يمكن زي ما ذكرت في التقرير وبشكركم وبشكر الاعداد في البرنامج، زي ما ذكر ان انا مشيت مره واثنين وثلاثه وفي الوقت ده ورجعت، يعني بمشي وارجع امشي وارجع. وفي الوقت ده يمكن مع احترامي كامل الانديه كبيره جدا منهم نادي الزمالك ونادي الاسماعيلي ونادي الاهلي يمكن كانوا بيكلموني كتير جدا، وانا كنت ببقى مستني لاخر لحظه ان انا عايز ارجع النادي الاهلي تاني. كنت بمشي وانا جوايا هدف وحلم ان انا عايز ارجع تاني صدقا والله مش كلام. يعني كل مره في الثلاث مرات اللي مشيت فيهم ورجعت تاني كل مره كان بيبقى جوايا هدف وحلم ان انا عايز ارجع تاني. كنت بحس ان انا عندي حاجات كتير قوي عايز اقدمها للنادي. لكن بحمد ربنا على يمكن حوالي 18 او 19 بطوله في جيل اكيد كلنا ويمكن كل جمهور النادي الاهلي تشرف لحد دلوقتي بيقول ان ده افضل جيل في تاريخ النادي الاهلي، وهو يعني ساعد كتير في انجازات النادي الاهلي. فبحمد ربنا اكيد كل ده يعني ما يسويش كنوز الدنيا، الواحد ساب اكتر من كده بالعكس اللي خده من حب الناس، فده كفايه قوي الحمد لله. يعني وانت كمان يا كابتن صديق يعني فعلا نموذج محترم، نموذج محترم لاولادنا داخل قطاع الناشئين، وانت كمان ماسك فرقه دلوقتي 2008، فالنهارده انت نموذج على ارض الواقع، مدرب ماسك اللعيبه تقدر حتى الرساله بتوصلها لهم وهي صادقه. المدرب بتاعكم في وقت من الاوقات والنادي الاهلي كان في ضائقه ماليه، ده انا ضحيت علشان النادي الاهلي. والله ما اقدرش اقول ضحيت يعني، لكن الواحد عمل اللي مش عايز اقول واجب كمان، لا عمل الطبيعي اللي ينفع يتعمل. ومعلش بناء على كده انت برضو موجود دلوقتي في كيان كبير قوي زي النادي الاهلي، بدات في الاكاديميه مدير الاكاديميه، ويمكن برضو الفضل لله سبحانه وتعالى ثم يرجع برضو للكابتن سيد. الكابتن سيد وهو بيتكلم انا لاحظت انه بيتكلم عنك بحماس. خد بالك ان الكابتن سيد من اكتر الناس اللي هتلاقيها بتحب النادي جدا، مش عني انا مش يعني سيبك مني انا، سيد ابن من ابن النادي متربي كمان من اكتر الناس بجد انا عاشرته. ويمكن هو كان المسؤول عن الاكاديميه في بدايتها في دبي يمكن بدانا في فرع واحد وبعد كده وصلنا لاربع فروع. بيحب النادي باخلاص غير طبيعي وهو موجود جوه النادي او هو بره النادي، من اكتر الناس الواحد استفاد منها بجد كتير قوي في حياته. يمكن انا على المستوى الشخصي بساله كتير جدا واخد رايه، يمكن انا بعد وانا لسه بلعب كنت ممكن اكمل لكن خدت رايه، هو قال لي لا انا رايي الوقت ده مناسب انك ممكن تبقى موجود في النادي، ممكن تبقى موجود في الاكاديميه. ويمكن بالفعل بدات كده، وحتى لما تم ترشيحي للقطاع الناشئين ودي طبعا اكيد خطوه بالنسبه لي خطوه مهمه جدا في حياتي، كان من اول الناس برضو اللي دعمني فيها وقال لي لا انا رايي برضو خلاص الاكاديميه سنتين كويس قوي ابدا اخش في القطاع. بالفعل عملت كده مع الكابتن خالد بيبو برضو من الناس اللي برضه اكيد ساعدتني كتير جدا كمدير الاكاديميات في الوقت ده. وبعد كده هو بقى مدير قطاع الناشئين برضه من ضمن الناس اللي قالت لي ووجهتني ان لا خلاص ده مرحله انك لازم تبقى موجود في النادي وموجود في الصوره. بحمد ربنا كتير جدا ان يبقى في ناس في ظهرك بتقدر تساعدك في اتخاذ القرار، يعني الحمد لله. عايزين نطمن منك بقى على فريق 2008، وانت دلوقتي ما شاء الله مدير فني كبير بقى بتقود فريق 2008، هعرف منك تفاصيل 2008 لكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن صديق طمنا بقى على فريق 2008، ان شاء الله فريق مليء بالمواهب، عندنا فريق ممتاز، يعني طمنا بقى والمواهب اللي داخل 2008. يمكن الحمد لله انا بديت في القطاع السنه اللي فاتت، كنت مساعد مع كابتن سيد غريب في 2006، بعد كده مع كابتن اسامه زكي خدنا البطوله الحمد لله بطوله الجمهوريه. واكيد الخطوات دي مهمه، يعني ان انت تبدا في الاكاديميه مدرب وبعد كده تبقى مدير الاربع فروع سنتين، تبدا في القطاع واحده واحده. الموضوع فعلا مش باللعب بس، يعني لا دراسه ولازم تتعلم وفي خبرات فعلا بتاخدها. يمكن السنه اللي فاتت فرق كتير جدا شغلي مع بس الاكاديميه كان عمل اداري اكتر صح؟ اكتر يعني انا بدات مدرب، لا في فني بس مش بالكم اللي انت موجود فيه في القطاع. انت عارف الموضوع القطاع مختلف تماما، فيه منافسه وعايز تعمل لعيب كويس يقدر يمثل النادي الاهلي في الدرجه الاولى في اقرب وقت. فان انت السنه اللي فاتت اشتغلنا بشكل كويس، وانا استفدت كتير جدا جدا من الكابتن سيد غريب للامانه ومن الكابتن اسامه زكي بعده، خدنا البطوله ودي كانت حاجه مهمه جدا بالنسبه لك انك تبقى اول سنه في القطاع تاخد بطوله. الحمد لله السنه دي شغال مدير فني مع فرقه 2008، في لعيبة مميزة كتير جدا. نتمنى ان شاء الله ان الولاد يعرفوا يعني ايه قيمة النادي الاهلي، وده يمكن اكتر حاجة احنا بنشتغل عليه. لان لعيب النادي الاهلي ده مش اي حد يبقى لعيب النادي الاهلي. ممكن يبقى عندك الامكانيات يعني بتشرح وتحفظ
سن صعب السن الصغير هو 2008. هو طبعا يعني الحمد لله نحمد ربنا كل حال، لكن اصعب سن اللي انا ماسكه الفتره دي. ليه؟ اول سنه بيلعب 11، عندك مراحل النمو بتبقى صعبه جدا. انت الولد النهارده ممكن تلاقيه كويس بكره في متغيرات كتير، متغيرات كتير جدا في الجسم وفي حتى في التفكير. في التفكير، وانهم اول سنه يلعبوا 11 دي حاجه مش سهله خالص. لكن الحمد لله اشتغلنا مع الجهاز اللي معايا، يمكن معايا الكابتن احمد يونس من الخبرات الكبيره قوي في قطاع النادي، ويمكن من الحاجات برضو اللي يمكن بشكر الكابتن خالد بيبو عليها انه حط معايا حد في الجهاز. ما انا ما اقدرش اقول انا مدير فني هو، بالعكس انا بستفاد منه كتير جدا من الكابتن احمد يونس، لانه خبره كبيره قوي بيساعدني بشكل كويس قوي، كلنا بنكمل بعض. معانا الكابتن انور مدرب الحراس، معانا الكابتن احمد فؤاد اداري، مش عايز انسى حد، لكن الحمد لله عندنا فرقه كويسه. يمكن بدانا الموسم بدري وده طبعا بنشكر عليه مجلس الاداره. ابتديتوا لعبتوا ماتشين؟ احنا بدانا الدوري لعبنا ماتشين الحمد لله. يمكن اول مباراه كسبنا 5-1، وثاني مباراه كسبنا 8-0 الحمد لله، وبكره ان شاء الله عندنا مباراه ثالثه. نتمنى التوفيق كده باذن الله. النتائج الكبيره بتبقى هي هدفك، ولا برغم النتائج الكبيره بكسب 5-8 ممكن برضو يعني تيجي النهارده تعايز اللعيبه في اخطاء وفي سلبيات وتوقف عليها طبعا كل مباراه بنستفاد منها، خصوصا في السن ده. بقول لك السن ده مرحله صعبه جدا جدا لينا كمدربين وللعيبه نفسهم. انت بتبقى عايز المباريات حاجات كتير، او اولا التحفيز التكتيك انه بيلعب 11، يعني ايه يبقى مثلا باك رايت يضم امتى ويطلع امتى وامتى يدخل جوه الملعب. الراجل الديفندر كان مثلا الاول بيلعبوا بليبرو، دلوقتي انت ما بتلعبش بليبرو، بتلعب باربعه. ففي حاجات كتير قوي محتاجه شغل وتحفيز. يمكن اللي فرق معانا شويه ان احنا كابتن خالد بيبو طبعا ومستر مايكل، ان احنا بدانا بدري الموسم، ودي الامانه فرقت معانا كتير جدا. موفرين لنا حاجات كتير قوي. يمكن انت في السن ده لما معاك مدرب احمال الكابتن طه، والامانه برده من الناس اللي عامله معايا شغل كويس قوي وبشكره على المجهود، لانه بيعمل معايا شغل اضافي كابتن طه. كل ده عشان نقدر في النهايه نطلع نعمل لعيب كويس. يمكن انت في القطاع يا اسامه وبالذات، يمكن انت طبعا من ابناء النادي، في المراحل الصغيره دي بيبقى عندك حاجتين مهمين قوي. في ناس تقول لك انا عايز اعمل لعيب كويس يطلع الدرجه الاولى، وناس تقول لك البطوله مهمه. انا من وجهه نظري الحاجتين مهمين جدا، اشتغل على الاثنين، لازم بطوله وازاي تطلع لعب درجه. انا مقتنع بكده، لان انا ما ينفعش الاثنين مرتبطين ببعض. انت كلاعب نادي الاهلي مش هتبقى لعيب كويس غير انت بتاخد بطوله وبتلعب تحت ضغط المنافسه طبعاً. والمكسب وانت كمان لعيب كويس فاكيد هتاخد بطوله، يعني الاثنين مرتبطين ببعض. فاحنا بنشتغل فكري وذهني مع الولاد على الموضوع ده، لانه موضوع مهم جدا. يمكن موضوع النتائج الكبيره لا بالعكس مش شرط، لكن انا بطلع بين الشوطين. انا مثلا الماتش اللي فات طلع بين الشوطين 4-0، لا شديت الولاد واتكلمت بطريقه معينه ان انا عايز انفذ حاجه معينه، عايز انفذ شغل معين. النتيجه ما اقدرش اقول انها مش مهمه، لا مهمه، لانها بتفرق في نهايه البطوله او في نهايه المنافسه. لكن انا ممكن اكون كسبان 5 بس انا خارج مش مبسوط. يمكن انت حضرت ده معانا مع مستر مانويل. كنا في اوقات بين الشوطين وخارجين، مثلا انا فاكر مباراه البتروجيت خارجين في استاد القاهره، خارجين الشوط الاول 4-0 وانت بتلعب بتروجيت، ودخل بين الشوطين اكننا احنا اللي خسرانين. يعني ده هفكرك مباراه الترجي، فاكر مباراه الترجي كسبانين الترجي؟ لا كسبناها كان 3 في استاد القاهره، وطلع خرجنا بعد المباراه زعلان ومتضايق وزعل اللعيبه. قادر تكسب 5-6 والترجي كسبه، ما تكتفيش بثلاثه بالظبط. فهو ده، معلش احنا كل دي خبرات احنا بنكتسبها. انت اشتغلت مع مدربين الحمد لله، اشتغل مع مدربين كتير جدا، فبتاخد كل الخبرات من الحاجات الكويسه من الناس كلها. فلا احنا بنشتغل على حاجتين، ان انا اعمل لعيب كويس يقدر يمثل النادي الاهلي، يقدر يتحمل الضغوط، يقدر، لان تيشيرت النادي الاهلي مش حاجه مش اي حد يستحملها. انت في اوقات بتجيب لعيبه بتبقى مكسره الدنيا في فرقها، لكن تيجي في النادي ما بتقدرش. فانت بتشتغل على ده. عشان كده لو بسيط اصلا من الحاجات المهمه قوي قوي اللعيب اللي يبقى خارج من قطاع الناشئين النادي الاهلي، اللي بنقول عليه ابن النادي. ليه؟ خلاص اتعود على الضغوط، اتعود على اسم النادي، عارف يعني ايه ان انا امتى اكسب ولازم اكسب وازاي اكسب. فكل الحاجات دي بنقدر بنحاول نشتغل عليها في المرحله دي. الصعوبات ايه بقى؟ انت النهارده انت بتتكلم الاعمار السنيه الصغيره 2018 ده، يعني بتتكلم في ولد عنده 12 سنه 13 سنه تقريبا 12 13 سنه. الصعوبات بقى اللي من وجهه نظرك اللي انت هتشوفها في المسابقه دي او بدات تحط ايدك عليها، يعني الاعمار السنيه الكبيره في الفرق الثانيه الملاعب. طبعا عايزك تتكلم انت في النقطه دي برضه. طبعا يعني هنبدا بالفرقه بتاعتك انت. عندي صعوبات، مراحل النمو دي من اكتر الحاجات الصعبه جدا والخطره جدا في السن ده. مش بياخد اي حمل بدني، لازم حمل معين. الملاعب مهمه قوي اللي بتمرن عليها، لان دي بتاثر كتير جدا في مراحل النمو. احنا كل يوم بتلاقي اصابات، بس اصابات ايه؟ مرحله نمو. النهارده مصاب بكره يبقى كويس، والعكس تيجي الولد النهارده ممكن يبقى في اعلى مستوى ليه، بكره تلاقيه واحد تاني خالص. كل المتغيرات دي التعامل النفسي ده والتغير ده في اللاعب
ده مهم ان المدير الفني يبقى عارف في السن ده. طبعا ما احنا كل ده عارفينه ودارسينه، ويمكن مستر مايكل بيشتغل معانا محاضرات كتير جدا 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 يعني. كويس. فاتكم الراجل ده طبعا على الارض الواقع، انت موجود دلوقتي داخل قطاع واكيد بيحضركم كل يوم، بيبقى موجود مع الفرقه، السلبيات الايجابيات طبعا بيشتغل معانا في كل حاجه، يمكن في اوقات بيصور التمرين وبيفرجنا على التمرين ونقول الاخطاء. الماتشات الوديه كلها كانت بتتصور. يمكن انا سعيد يعني بجد بحمد ربنا ان انا موجود في القطاع، بالاخص السنتين دول. يمكن مع احترامي الكامل لكل السنين اللي فاتت او المراحل اللي مش من بعيد قوي، لكن كان في شويه اخطاء او تقصير او لكن انا بحمد ربنا ان يمكن من وقت وجود الكابتن خالد. ويمكن كان اول اجتماع لينا السنه اللي فاتت، الموسم اللي فات، كان مع كابتن خطيب ولجنه التخطيط في اجتمع بكل الاجهزه الفنيه. والكلام كان واضح وصريح ان احنا بتشتغل باسم النادي الاهلي، في بطوله ولازم لعيب كويس، ولازم نغير المفهوم ان لا، ليه ما يبقاش اكتر اللعيبه اللي موجوده في الدرجه الاولى من قطاع الناشئين. فشفنا اهتمام، شفنا اهتمام باللبس، بالادوات، بالنظام. عندنا دلوقتي دكتور تغذيه مسؤول عن القطاع كله. فلا، في حاجات كتير قوي تخليك تساعدك على النجاح، تساعدك ان انت تشتغل كويس. يعني كل شيء مؤهل ان انت تقدر تعمل فرقه كويسه وتقدر تعمل لعيبه كويسه. يمكن موضوع الدكتور التغذيه ده من الحاجات المهمه جدا طبعا، في خاصه في السن ده بالظبط. التغذيه مهمه، كانك بتبني بالظبط انسان او بتطلع من الاساس. فانت الاساس طول ما يبقى مظبوط، مش ملعب بس طبعا، انت ملعب وناحيه نفسيه طبعا، تغذيه، كل ده عشان تطلع لعيب وتبني في الاخر بطل في الاخر. طبعا يمكن احنا كمان السنه اللي فاتت او سنه يمكن، ودي كان من الحاجات، لا كان بيبقى مثلا انت بتتغدى قبل الماتش واجباري بعد الماتش في وجبه، ده بيوفره النادي الاهلي طبعا. ده كان متوفر من السنه اللي فاتت، كان موجود. احنا بنلعب المباراه وبعد المباراه اجباري تتغدى. ليه؟ خلاص انت الولد بيبقى طلع اقصى حمل في المباراه في ال 90 دقيقه. فلا، انا مش هستناك انت لما تروح هتاكل كويس ولا لا، بالعكس انا بعمل لك الوجبه اللي تفيدك، اللي تقدر تساعدك ان انت لما تيجي التمرين الثاني يوم تبقى عملت الريكفري بتاعك، مغطس الثلج موجود، الجيم موجود، كل حاجه مؤهله ان انت ان شاء الله تقدر تعمل لعيب كويس يقدر يفيد الدرجه الاولى ان شاء الله. بتفرق قوي لما يكون اللعيب اتربى داخل النادي ولعب درجه اولى في نفس النادي، ودلوقتي انت في مرحله مهمه بتنقل كل الخبرات دي اللي انت اتعلمتها للولاد عندك. احمد صديق من ابناء النادي الاهلي، لعب في الناشئين صح كده؟ لعبت يمكن البدايات بقى. طبعا يمكن بدات في نادي الفيوم، نادي المحافظه، نادي المحافظه من كنت بلعب ممتاز به وانا عندي حوالي 16 سنه درجه اولى. يمكن ربنا كان موفقني واكيد كان لي في ناس كتير قوي ساعدتني حتى وانا في الممتاز به ده، منهم كابتن جمال خفاجه والكابتن عصام خير الله، دول الناس اللي موجودين في نادي الفيوم. مش عايز انسى حد يعني، لكن في اسماء كتير قوي ساعدتك ان انت وانت صغير تلعب درجه اولى. يمكن انا تاني سنه يمكن كنت واخد هداف الفرقه في الصعيد او في الممتاز بيه في الصعيد، مجموعة الصعيد. وزمان انت عارف الموضوع كان قوي جدا يعني. ربنا كرم ورحت منتخب اولمبي وانا اصغر منهم سنتين. يمكن جيت معاكم معسكر بطوله في اسكندريه، فاكر كانت شويه غريب، بطوله الجمهوريه اللي هي كان فيها منتخبات كده، فلسطين واليابان وقتها. فاكر كانت بطوله دايما بتكون في الصيف. بالظبط كده. يمكن كان ليا الشرف ان اكون موجود مع جيل عظيم اللي هو يعني جيلكم ده، مع كابتن شوقي بروزيه كاس العالم، وبعد كده المنتخب الاولمبي اللي مشي بشكل كويس قوي. كنت انا اصغر منهم سنتين ولكن كنت موجود معاهم. بعد كده رحت النادي الاهلي وانا عندي 19 سنه، رحت سنه واحده، كنت رايح اعاره بنيه البيع، لكن الظروف ما مشيتش كويس الموسم ده في الدرجه الاولى. وبنعلى كده انه في ناس كتير قوي مشيت لما جابوا مستر مانويل، وبعد كده جابوا بوتريكا وبركات وعماد النحاس، اتبني فريق في النادي الاهلي وقتها. بداوا يعملوا فرقه اللي هي يعني بفضل الله بعدها بقى كده كل البطولات وكل الانجازات يعني. مشيت رجعت الفيوم تاني، رحت سنتين بقى اسمنت اسيوط، ودول من السنتين اللي فرق معايا كتير جدا. الحمد لله ربنا وفق ورجعت بعد كده بقى للنادي الاهلي 3 سنين، اللي هم افضل يعني افضل 3 سنين في حياتي، فيهم كل البطولات معاكم ومع جيل. طبعا الواحد كان بيتشرف انه عاشر كل الناس دي. كان الحب اكتر حاجه موجوده في الجيل ده، وانت اكيد كنت بتشوف كده. لسه بنتكلم قبل الهوا، علشان كده الانجازات والبطولات وكم البطولات دي يعني بفضل الله وتوفيقه شفناها في الفتره دي. طبعا كل الناس بتحب بعض، كله اهم حاجه اسم النادي، واهم حاجه ان احنا نكسب، مش مهم مين بيلعب. صح. مع جيل طبعا وجهاز فني محترم، والمسيره مشيت بقى كده. رحت بقى النادي الاسماعيلي 3 سنين، وبعد كده رجعت النادي الاهلي موسم واحد، وبعد كده سنه بقى الاتحاد، وبعد كده سنتين الداخليه، واخر حاجه سنتين حرس الحدود. وما شاء الله كابتن احمد صديق دايما في كل المحطات وهو لاعب دايما مؤثر فيها. واحنا بنتكلم بقى وانا بتكلم في بدايه الحلقه عن الاهداف اللي انت كنت بتعملها.
يعني هدف. انت عايز تقول لي انا الجون. انا بس عايز ارضي ذمتك. انت عايز تقول ده هدف يجي جون ولا انا اللي يعني خليت لك الاوفر اللي انت عملته حلو. اكيد انت يا اسامه اللي خليت الجون شكله حلو، لكن الاوفر صعب قوي في المكان. لا يمكن يعني انت كنت من الفراوده اللي الواحد كان بيبقى سعيد جدا جدا موجود فيه، انت ومتعب وبلال وبلافي والواحد يعني بص الجيله، بص بنتكلم على مين موجودين فراوده في وقت واحد، يعني حاجه ما شاء الله ما شاء الله. واحد فيهم يعني دي مباراه الاهلي والزمالك، اهلي بص المنظر عامل ازاي والجمهور 4-3 واحنا داخلين كمان على مباراه الاهلي والزمالك يوم الجمعه اللي جايه، شايفها ازاي؟ وخاصه مباراه الاهلي والزمالك دي بتبقى مولد النجوم دايما، بتعلم مع الجمهور. طب بص بعد اذنك لا انا مش هتكلم يا اسامه، انا بس عايز يعني اللياقه البدنيه كانت في الدقيقه كام دي؟ في الوقت في الدقيقه 110 108 بالظبط يعني الشوط الرابع. لياقه بدنيه وسبرنت ما شاء الله. الحمد لله. لا احنا يمكن كنا موافقين جدا بفضل الله، يمكن وبالاخص كمان على نادي الزمالك في الفتره دي، انت كنت عارف يمكن بفضل الله، يمكن هو توفيق رمضان حاله، ان احنا كل الماتشات او بنسبه كبيره جدا يعني كنا بنكسب كل الماتشات. ما اقدرش اقول يعني ما اقدرش اقول سنه الزمالك نادي كبير جدا، لكن احنا كنا تركيزنا والتوفيق كان معانا باستمرار. يمكن كان معانا مستر مانويل، كنت بتشوف لو كسبان 1-2 كان بيبقى زعلان. فدي من الحاجات الايجابيات. نتمنى بكره التوفيق ان شاء الله للسوري يوم الجمعه المباراه، نتمنى التوفيق للنادي الاهلي. مباراه صعبه طبعا، كل مباريات القمه صعبه، خارج الحسابات تماما وخارج التوقعات، لكن بالتدعيمات اللي موجوده مع الجهاز الفني الواحد بقى مطمن، ما بقاش فيه مشكله مين يلعب. اتمنى التوفيق ان شاء الله ويبقى المكسب ان شاء الله للنادي الاهلي. هنتكلم بعد الفاصل باستفاضه عن مباراه الجمعه، وايضا كمان عن ذكريات احمد صديق الشخصيه في مباراه الاهلي والزمالك. نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين في حواري مع ضيفي نجم الاهلي السابق كابتن احمد صديق. احمد صديق من احسن الشخصيات اللي ممكن تتعامل معاها في مجال الكوره بره الملعب، وشخصيه ملتزمه جدا، متزن جدا، متدين، راجل فير، بيتعامل دايما اللي جوه عنده طالع دايما، اللي في قلبه على لسانه. فالشخصيات دي بتبقى مش كتيره، شخصيه ملتزمه جدا، وانا على المستوى الشخصي بحبه جدا بره الملعب. جوه الملعب هو مدرب واعد، وان شاء الله يبقى ليه مستقبل كبير، وهيبقى مدرب كويس جدا، وفي خلال سنوات قريبه هتلاقيه من المدربين الصفوه. والله كابتن احمد صديق غني عن التعريف كلاعب وكمدرب واعد بالنسبه للمرحله اللي احنا فيها، مدرب بيمتاز بالسلوك الطيبه والروح العاليه جدا معانا كجهاز ومع اللعيبه، منظم في شغله، مدرب واعد يعني حتى لما بيجي في تشكيلات او في اي حاجه بالنسبه لتخص الفرقه بيجمعنا كجهاز فني وبياخد راينا كلنا، يعني هو عايز يعمل حاجه معينه فبيقعد يقول احنا عايزين نعمل كذا كذا كذا، ايه الراي؟ ياخد رايي ياخد راي الكابتن احمد. فهو مدرب واعد، وباذن الله انا بتوعد له ان هو هيبقى حاجه كويسه باذن الله في النادي الاهلي ان شاء الله. خارج الملعب روحه عاليه جدا، اخ وصديق ومتعاون مع اللعيبه كلها، اللي عنده ظروف اللي عنده اي حاجه بيقدر يتعاون معاهم، حتى الجهاز الفني لو في اي حاجه بالنسبة لينا بيبقى سند وأخ لينا يعني صراحة. من الشخصيات المحترمة والله الواحد يتعامل معاها يعني، وبصراحة متعامل كأخوات يعني مش كأداري أو مدرب أو مدير فني أو كده، فمن الشخصيات الكويسة يعني، وإن شاء الله ربنا يكرمنا بالبطولة كلنا إن شاء الله يعني. لا بيتعامل كويس والله مع كل اللاعبين يعني، بيتعامل كويس باحترام بأخلاق يعني، من الشخصيات الكويسة، وإن شاء الله ربنا يكرمه ويبقى حاجة كويسة إن شاء الله يعني في مجال التدريب يعني. كابتن أحمد صديق مدرب كبير طبعا، كان بيلعب في النادي الأهلي أيام زمان، هو مدرب كبير طبعا وشغال معنا شغل كويس وأداء جامد والله. بيتعامل معنا كويس، هو اللي بنكسبنا، بيتعامل معنا براحة طبعا، وبيدينا حاجات بننفذها، كابتن كويس. كابتن أحمد صديق كابتن هايل، على طول بيعاملنا إن إحنا لازم نكون عندنا ثقة في نفسنا، وعلى طول نكون يعني مش قلقانين بقى وكده، وعشان احنا لابسين التيشيرت دي واحنا النادي الاهلي لازم نكون على طول يعني رجاله. وكابتن احمد صديق بيعاملنا كويس جدا وبيشجعنا على كل حاجه. طبعا كابتن احمد صديق ضاف لنا كتير كلعيبه، وعلمنا ازاي نبقى يعني رجاله في الملعب، ما نخافش من اي حد، احنا النادي الاهلي.
وطبعا ضاف لنا شخصيا اللعب وبقيت احسن كتير في حاجات كتير جدا خصوصا الدفاع. كابتن احمد شديد طبعا شخصيه محترمه جدا وواحد يعني بيستفاد منها كتير قوي ومدرب كويس طبعا. شايف ما شاء الله كابتن صديف التقرير ده يعني علاقة حب واحترام تجمع الجهاز الفني باللعيبة كمان بالكابتن أحمد صديق. والله يا كابتن أسامة يمكن الحمد لله من أكتر الحاجات اللي أنا يعني استفدتها السنة دي وجودي مع الجهاز ده وبالأخص يعني كابتن أحمد يونس بقدم له كل الشكر والدعم لأنه من أكتر الناس اللي بتدعمني ده راجل خبرة خبرة كبيرة كمان ما شاء الله اشتغل مع جيل كتير جدا في النادي واسمه كبير جدا في مجال التدريب فإنه يبقى موجود معايا ويساعدني وعنده شغل كتير جدا والموضوع ماشي بينا بحب الحمد لله يعني وانا يعني مصدقه في كل اللي هو بيقوله ان هو مبسوط جدا في الشغل في التعامل بيننا الحمد لله ودي وهو ده النجاح. الحاله دي اللي موجوده بين الجهاز بينه وبين بعض هي دي اللي بتنقل للعيب اللعيبه لو شفت الجهاز بالترابط ده هيبقى هم كمان بنفس القصه الحمد لله. يمكن واحد مع الولاد بقى بيحاول يساعدهم في كل حاجه بحاول يساعدهم في الالتزام. الموضوع انت عارف الاهلي مش لعب بس ممكن يبقى لعيب كويس قوي لكن شخصية ما تنفعش في النادي الاهلي عشان كده انت بتبني شخصيه وفنيه وسلوكيه. انا بقول لك مرحله صعبه جدا يعني بس الواحد بيستفاد منها والواحد بياخد خبرات كتيره جدا جدا لان زي ما بقول لك انت بتربي الولد على حب النادي وعلى الاخلاص للنادي وعلى انه النادي الاهلي ده لازم يبقى رقم واحد في كل حاجه في كل البطولات حتى لو ماتش ودي. الموضوع يعني الموضوع بتشغل فني وذهني وتكتيك وحاجات كتير قوي لكن انا سعيد بالتجربه دي الحمد لله. بالنسبه ل 2008 اسالك سؤال في حته الانتقاء اللاعبين بشوف انديه الانتقاء على اساس الجسم انتقي لاعب جسمانيا قوي جدا هيفرق في السن ده التسديده بتاعته السبرنت القوه البدنيه الكلام ده كله علشان اكسب بطوله. كابتن احمد صديق توجهه في الحته دي انتقي اللاعب ممكن يكون جسمانيا قليل لكن انا شايفه بعيني ان ممكن فنيا الولد ده بعد 3 4 سنين يتطور بشكل كبير ويكون موجود في النادي الاهلي وهو ده اللي يكمل. انتقائك بيكون على اساس ايه للاعيب؟ على كل اللي انت قلته ده. يمكن احنا في لعيبه موجوده معانا في الفرقه بدون ذكر اسماء ممكن ما يبقاش لهم تواجد السنه دي في الفرقه يعني ممكن ما يلعبوش السنه دي. لكن انت شايف بعينك لكن شايف ان بعد سنه او اتنين طبعا ومحافظين عليهم وموجودين وبياخدوا كل الشغل وبياخدوا كل الالتزامات اللي على النادي بياخدوها زيهم زي كل اللعيب. ليه؟ احنا شايفين ان احنا ممكن الولد ده بعد سنه او اتنين مع مراحل النمو لما تكمل لا هيبقى لعيب كويس. عندنا عدد بجد يعني مش قادر اقول لك مثلا كنا عن 4 5 لعيبه بالشكل ده مش هحتاجهم ممكن ما احتاجهمش السنه دي خالص بس يعني ممكن ما احتاجهمش في المنافسه موجودين طبعا يتطوروا بعد كده. لا انا بقول لك هيبقى لعيبه كويسه جدا كمان لكن ممكن الوقت ده بص يا اسامه مراكز المرحله صعبه مرحله السن دي صعبه جدا في كل حاجه. انت الشهر بيفرق يعني ممكن يكون في ولد مولود في اول سنه 2008 غير اللي مولود في اخر 2008 طبعا 7 8 شهور فرق بتلاقي ده المراحل النمو التفكير كمان سواء في الجسم او التفكير 7 8 شهور بيفرقوا كتير جدا جدا في السن ده. يعني ممكن يكون ولد مثلا مولود في شهر 1 ولد تاني مولود في شهر 10 8 9 شهور دول بيفرقوا كتير جدا طبعا. فانت بتعمل حساب كل الحاجات دي بعينك انك بتبقى شايف خلاص عندك نظره ان انت شايف الولد ده لا ده فارق عن الولاد التانيين عشان ده مراحل النمو عنده اكتملت. الولد التاني لسه قدامه ممكن على نهايه الموسم او على نص الموسم تلاقيه في حته تانية فبناخد بكل الحاجات دي بناخدها كلها في عين الاعتبار. لكن بيقابلنا بقى مشكله كبيره جدا انت مع احترامي الكامل في انديه تانية ايوه ودي بجد من الحاجات اللي بتبقى صعبه جدا تشوفها انك بتلاقي ولاد في الفرق التانيه اكبر بكتير جدا يعني مع احترامي الكامل السن بكتير. طبعا يعني ممكن ب4 5 سنين كمان والله بنشوف كده والسنه اللي فاتت شفتها كتير جدا جدا. يمكن احنا بنحاول نشتغل على الولاد دي ان احنا بتيجي في الماتشات الوديه ان احنا بنحاول في المباريات الوديه بنلاعب مرحله سن اكبر منا شويه ليه؟ عشان الولد يتعود على الاحتكاك على القوه مع الفرق المنافسه. لكن انا شايف ان ده مش من العدل خالص في خد بالك يمكن احنا بيجي لنا لعيبه كويسه قوي ولكن بنحس انها ممكن ما يبقاش ده سنها الطبيعي فلا بنقول شكرا. دلوقتي عايزين نعرض بس الهدف ده تاني عشان عايز اربط الكلام ده باللعيبه اللي عند الكابتن احمد صديف 2008 بيتفرجوا يعني بيشافوا لك الاهداف القديمه اللي انت جبتها. في ولاد بيجي يقولوا لي يا كابتن شفنا لك الجون ده انت مش عارف جبته يعني شايف فاكر الهدف ده؟ طبعا مباراه الشبيبه دي يمكن شبيبه القبائل كانت مباراه صعبه دي كانت اول مباراه ما اقدرش اقول يعني كانت تاني مباراه في المجموعات لو تفتكر كنا اول مباراه خسرانين من الصفاقس في تونس صح كده؟ صح
خسرنا اول مباراه في دوري مجموعات الصفاقس ودي كانت تاني مباراه كانت مهمه جدا وكان في بقى كميه اصابات غير طبيعيه جداً. ابو تريكا والجمعه وعماد يعني كتير قوي 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 يعني كانت المباراه دي مهمه لازم نكسبها وبركات يعني وكان لازم نكسب المباراه دي يمكن ربنا كان موفق الحمد لله انا جبت جون وعملت لك الجون الثاني عملته برضو يعني اما انا في العارضه وانت تجيب جون اسيست ولا مش اسيست الجون فاضي اسيست طبعا لا والله الواحد بيحمد ربنا على الجيل ده وعلى الحب اللي كان موجود بيننا والاحترام عايز المواقف الحلوه اللي كانت موجوده بقى وانت كنت راجل موجود يعني باين عليك هادي كده وبتاع بس انت لا يعني ورا الكاميرات كنت حاجه ثانيه لا بص يعني هو هتتكلم عن المواقف يبقى بركات يعني تحدث ولا حرج يعني بركات ده من الناس اللي بص يعني انا فاكر له موقف ان باللاعب لاعب نادي الزمالك مباراه السوبر وانا بادئ المباراه وفي التسخين وهم كانوا لسه جايبين لعيب برازيلي اسمه ريكاردي تقريبا او ريكاردو بيلعب باك ليفت تمام ولسه اول مباراه يلعبها انت هيلعب عليك اول مباراه السوبر بتبقى في بدايه الموسم مباراه السوبر احنا في التسخين قال لي جاي جنبي بقى كده تسخين لي يا بس تعام جابوا لك واحد برازيلي يعني هتبطل لا بركات يعني بص مواقف صح صدقي هو يقول صح صدقي ومن وقتها ريكاردو هو اللي بطل طبعا الحمد لله عملنا ماتش كويس لا انا يمكن كان في انا كنت يعني بحمد ربنا طبعا كل مباريات الزمالك لعبتها سامع بجد بفضل الله كان بيبقى في توفيق معايا غير طبيعي يعني بحمد ربنا جدا كل مباريات الزمالك اللي لعبتها بفضل الله كنت موفق جدا جدا يعني الحمد لله طب قول لي بقى واحنا داخلين على مباراه الاهلي والزمالك يوم الجمعه القادمه اللعيبة الاهلي تدخل ازاي في المباراه خاصه واحنا بنتكلم عن بركات جاب لك هدف محمد بركات ده كان الهدف الثالث المباراه دي الدوري ده صح 3-3 بتاع الدوري ده دوري بتاع الدوري لا بركات بركات كوره وشخصيه يعني فنيا وشخصيه لا يعني مش موجوده بجد والله وانت اكيد عارف كان ممكن يهزر يعني يفضل هزر وانت في التسخين لكن المباراه تبدا واحد ثاني واحد ثاني طبعا قوه وحماس واخلاص وتركيز و لا بص جيل جمهور بقى وعودة الجمهور مع الرابطة ألف وألف لكل نادي نتمنى إن شاء الله نشوف الملاعب يا رب مرة تانية بالشكل الحلو ده شايف جمهور الكرة وحاجة والله مع يعني طبعا في رؤيات فنية كتير موجودة عن الأجيال اللي فاتت والجيل ده لكن لو الجمهور موجود بالشكل ده لا هتلاقي كرة أحسن من كده كمان هتلاقي وبالأخص للنادي الأهلي خد بالك الجمهور النادي الأهلي ده رقم واحد احنا ما بنقولش بقى رقم 12 لا هو رقم واحد ولعيبه النادي الاهلي قدام الجمهور لا الموضوع بيختلف تماما تماما يعني بتلاقي بقى ان اللعيبه اتحولت بجد بتلاقي اداء فني زي الفل واجوان كتيره وروح وقلب وحماس لان هو الجمهور ده بيعمل حاجات فينا مش بقول لك انا المباريات السابقه انت بتقعد في البيت تتفرج على المباراه بتسمع صوت الالف اللي قاعدين كان الاستاد مليان حقيقه دخل بقى والاستاد مليان لا يعني طبعا بنشكر الرابطه اللي موجوده دلوقتي لانها خدت خطوات ايجابيه كتير جدا 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 يعني نتمنى الاعداد تزيد لان ده مع التصور اللي موجود ان شاء الله ان الدوري يكمل في ميعاده وما فيش تاجيلات كتيره ومع النظام اللي موجود مع وجود الجمهور باعداد ان شاء الله تبقى مناسبه لا الموضوع يختلف تمام الموضوع هيبقى يعني وكل ده هيرجع يصب في مصلحه المنتخب اكيد طبعا الحاجه المهمه لعيبه النادي الاهلي تدخل المباراه ازاي كابتن احمد هي مش مباراه بطوله لكن مباراة مهمة دايما ودايما وابدا مباراة الاهلي وزمالك لو بتلعب مباراة ودية حتى دي حقيقة لو مباراة في الناشئين بتكون مباراة يعني ذات اهمية كبيرة لعيبة الاهلي تدخل ازاي نادي الاهلي ما شاء الله فرقة محترمة عنده لعيبة وانتدابات قوية تم اضافتها للفريق زاد اللعيبة الموجودة قبل كده وكمان نادي الزمالك عنده لعيبه مهمه وعنده فرقه كويسه انا ضد يقول لك ان نادي الزمالك وموقوف عنه الكتف فترتين ونادي الزمالك نص لا نادي الزمالك كامل العدد وعنده لعيبه بره وجوه الملعب لا طبعا انا متاكد ان لعيبه النادي الاهلي عارفه قيمه المباراه كويس قوي قوي وعارفين ان هي مباراه بطوله مباراه القمه على طول مباراه بطوله خصوصا يمكن تفوقك انت الفتره الاخيره او باستمرار على نادي الزمالك فده المفروض ان ده يبقى دافع قوي للاعيبه النادي الاهلي يوم الجمعه ان شاء الله موضوع تركيز هدوء لان الاهداف المباراه دي هو اللي بيحسم المباراه يا سلام النادي الاهلي عندك تدعيمات كويسه قوي انت دلوقتي ما بقاش عندك مشكله مين يلعب مين يبدا ومين احتياطي بقى عندك حلول كتير قوي على الدكه ودي من الحاجات المهمه قوي لاي فرقه كبيره انت بتنافس في اكتر من بطوله فلازم عندك عدد كم كبير من اللعيبه تقدر تساعدك في اي وقت خصوصا انت الفتره دي كان بيبقى في اصابات كتير قوي فكان بيبقى عندك مشكله لكن الموسم ده في تدعيمات كويسه انا شايف انها من الحاجات اللي هتفرق كتير مع الفرقه ان شاء الله التركيز الهدوء اكيد مستر موسوماني مع كابتن سامي ومع الجهاز
اكيد ده هيبقى دروس المباراه كويس قوي. لكن برضه ما نقدرش ننكر ان نادي الزمالك ماشي بشكل كويس الفتره الاخيره، لكن دي مباراه بره التوقعات تماما. مين مراكز القوه في نادي الزمالك اللي لازم لعيبه النادي الاهلي تاخد بالها منها في المباراه دي؟ يمكن انا شايف من اكتر الناس بن شرقي من اللعيبه المهمه جدا، والفتره الاخيره زيزو ماشي بشكل كويس قوي، اوباما برضه من اللعيبه المهمه في الفرقه. يمكن هم عندهم الخط الامامي شغال بشكل كويس قوي، لكن اكيد في سلبيات وفي ايجابيات اكيد. رسام السوماني هيشتغل عليها، وهو الامانه من الناس اللي بتشتغل كويس قوي على الفرقه الثانيه. يمكن انت لما تبدا بالتشكيل ده وبالطريقه دي مباراه زي مباراه الاسماعيلي كله اتفاجئ بيها، ويمكن كان في كلام كتير قوي قبل المباراه من كل الاستوديو التحليلي فاجئ الناس بالطريقه وبالتشكيل، لكن التشكيل والاداء والنتيجه غيرت الفكر تماما. فانا اتمنى ليه التوفيق ان شاء الله المباراه الجايه، انها مباراه مهمه جدا يعني. شرفتنا ونورتنا كابتن صديق. شكرا كابتن اسامه، وانا سعيد بوجودي معاك، واتمنى التوفيق ان شاء الله للفرقه السنه دي، ونقدر يا رب نعمل حاجه كويسه. وبعتذر لكل اللعيبه اللي ما ظهرتش في التقرير. يمكن اكيد انت كنت تتمنى تجيب كل اللعيبه، ان شاء الله نجيبهم ونزعل لهم ماتشات كمان زي الفرق 2001 و2003 و2006 نزعل لكم كمان ماتشات ان شاء الله. ده تصريح مهم جدا منك للعيبه دي، ان شاء الله في اقرب وقت ان شاء الله تزعلهم ماتش او اتنين. وانا بقول لك ان شاء الله ربنا قدر وبقيت موجود بالقناه وبالاعداد عندك، ان شاء الله تشوف حاجه كويسه يعني تبقى سعيد بيها ان شاء الله. ان شاء الله انا سعيد بالحوار معاك واستمتعت بالحوار معاك، وكمان قريب نشوفك بقى يعني مدير فني كبير في الدوري الممتاز. يا رب ان شاء الله، يعني اتمنى ابقى في النادي الاهلي الاول ان شاء الله، ان شاء الله. وبعد كده طبعا ان شاء الله. شكرا يا كابتن اسامه، وسعيد بوجودي معاك، وبشكر الاعداد وبشكركم على التقرير والحاجات الحلوه اللي عملتها لنا النهارده. واحنا بنشكرك كابتن صديق، يعني بشكر ضيفي الكابتن احمد صديق نجم الاهلي السابق، نموذج محترم. وكمان انا سعيد بالفيديو اللي احنا شفناه وكلام الكابتن سيد عبد الحفيظ عن نجمنا احمد صديق، ودي شهاده هتفضل موجوده في التاريخ بنور من ذهب في تاريخ كابتن احمد صديق. مهما جاب بطولات لكن الموقف ده موقف هيفضل محفور في تاريخ احمد صديق على المستوى الشخصي. بكده وصلنا لنهايه حلقتنا، نشوف حضراتكم ان شاء الله الاسبوع القادم وحلقه جديده من الاشبال. شكرا والى اللقاء.